جينا بواحد مشروع رياضي مع السي طارق سكيتيوي ديال مده 3 سنوات. المشروع ديال الاول هو او السنه الاولى غادي تكون واحد الفرقه ديال اللي غتكون كتقاتل وغادي تسترجع وغادي نحيدوا منها يعني الخبايا ديال السنه الماضيه اللي داز واحد السنه يعني سوداء على الفريق المغربي الفاسي. واش من ناحيه المدربين واش من ناحيه هذه كانت مفاجات عدم تاهل لكاس العرب اللي كنظنوا بان هذا كان حق فريق المغرب الفاسي، ولكن انا ما الناس في واخدوك علاش ما دافعتيش بالقوه على حق المغرب الفاسي ضد الجيش الملكي في الجامعه. انا احنا دافعنا اللي في جهدنا وهضرنا في جهدنا، ولكن انا ما كنا نمشيو للطاس. انا القرار كيمكن بغيت نمشي للطاس. لا انا بقى مش نمشي احنا كاش عندك ما يمكنش نمشي للطاس. علاش غنمشي للطاس؟ قرار جات من حيت كاين قانون وكاين عرف اللي تيعطي صاحب الصفقه باه يلعب كاس العرب والمغرب فاز الكاس. وكان واحد المحبين يهضروا ويتكلموا وهذا احنا انا وحدي انا بوحدي ما يمكنليش انا نحارب على هذا. انت اللي عندك شنو اللي عندنا؟ الشرعيه باش دوي تكلمنا احنا على بان المغرب الفاسي احنا درنا واحد البرنامج ان فريق المغرب الفاسي راه مأهل لكاس العرب ماشي عاد غيتأهل مأهل لكاس العرب نظرا للمرتبه ديالو الرابعه اللي كنظن خصو يكون كان كاع ذاك السنه اللي ما كانش واحد بعض الاغلاط التحكيميه كان خصو يقدر يتكلاس هو تروازيام. القطاع بقى في التالي وكان واحد الماتش يعني ديال طنجه في طنجه الله يخليك هو هذاك ما ماتش المحمديه كان الماتش رباعي. اذا احنا 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 باش نهضروا على 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 المتطلبات راه حنا كنا غاديين في واحد البرنامج اللي هذا، ولكن الكره راه ما كان ماشي بين يدينا احنا غنتكاليفي لكاس العرب كيوقعوا بعض المشاكل وبعض العراقيل.